تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى العناوين: مستشهدة بأقوال حافظ الأسد، بثينة شعبان في لقاء مع صحيفة عمانية تتحدث عن الصمود والتصدي واليوغا. وفي موضوعنا التالي: القنصل التونسي في اسطنبول يهاجم الثورة السورية في مؤتمر طلابي، والناشطون يتفاعلون. المستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد والناطقة باسمه في وسائل الإعلام والمدافعة عن حكمه وحكم والده من قبله، حيث كانت جزءا من تركته الثقيلة حتى طالتها شائعات الوفاة، بثينة شعبان. مجددا يتم تداول هذا الاسم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بطبيعة الأحوال، وهي التي لا تغيب كثيرا، وذلك في لقائها الأخير مع إذاعة أثير العمانية، حيث كانت في زيارة مع فيصل المقداد وزير خارجية النظام مع وفد تابع للنظام في سلطنة عمان. بثينة شعبان افتتحت لقاءها بحديثها عن نشاطاتها بشكل أثار سخرية وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عندما قالت إنها تمارس رياضة اليوغا، وذلك انطلاقا من مقولة حافظ الأسد أو المنسوبة لحافظ الأسد الشهيرة: إني أرى في الرياضة حياة. بثينة شعبان واليوغا، نتابع. رياضة، وكأنك رياضية. والله أنا ملتزمة بالرياضة، وأعتبر الرياضة مساعد أساسي في الحياة، فأمشي كثيرا وأمارس رياضة اليوغا والرياضة الروحية أيضا. هذه أول الدروس التي تدرس رغم كل هذه المشاغل، إلا أنك تملكين وقت. هذا مهم جدا بسبب المشاغل وبسبب الظروف الصعبة التي مرت علينا. لابد للإنسان أن يجترح لنفسه استراتيجية الحياة والتفاؤل. والرياضة أيضا ليست صحة فقط، وإنما تنفيس عن كل هذه. لا، هي ليست صحة، هي صحة نفسية قبل أن تكون صحة جسدية. وهي يعني رئيس حافظ الأسد رحمه الله قال: إني أرى في الرياضة حياة. ما شاء الله. بالفعل. أنا أرى في الرياضة حياة. إذن بثينة شعبان ترى في الرياضة حياة كما كان يراها حافظ الأسد من قبلها. كذلك عادت شعبان للحديث عما وصفته بصمود سوريا، حيث زعمت أن السبب يرجع لصمود بشار الأسد بنفسه، مغفلة الدور الروسي. تتابع. أقول لك، أنا شخصيا أعتقد أن صمود السيد الرئيس بشار الأسد كان مفتاحيا في صمود سوريا. لأن يعني لا سمح الله، قناعتي لأنني كنت قربه ومتشرفة أن أكون مستشارته منذ عام 2008 وأراه باستمرار، يعني لو اهتز سيد الرئيس لاهتزت سوريا، لأنني حين كنت أرى الناس كلهم يسألوني كيف الرئيس، شو عم يقول، شو عم يفكر، قادرين نصمد. يعني الناس يعني تتطلع إلى القائد، ولكن أيضا صمود الجيش العربي السوري، صمود الشعب السوري، التراحم الذي ذكرته بين أبناء الشعب السوري هو تراحم كبير ومشرف وهائل الحقيقة. يعني لم تتحمل الدولة وحدها مسؤوليات هذه الحرب أبدا، الشعب والمجتمع المدني والناس كلها. تقريبا لا يوجد أي لقاء لبثينة شعبان إلا وتخرج منه ترندات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها دائما في حديثها تستذكر أشياء وتتبنى أفكار، يعني بدءا من نقل الأطفال والنساء من اللاذقية إلى عدرا العمالية، وليس انتهاءا بأن الاقتصاد السوري أحسن بخمسين مرة مما قبل الأزمة بحسب عبيرها في فيديو سابق. بشار الأسد كان يريد أن ينفذ مطالب المتظاهرين، تقول في هذا اللقاء كعادتها بثينة شعبان، لكنه كان ذا بعد نظر. طبعا هي تدخل نظرية المؤامرة في كل شيء،
حيث تحدثت في هذا اللقاء عن بداية الثورة السورية والتي وصفتها طبعا بالإرهابية، وكشفت ما دار بينها وبين بشار الأسد في وقتها، زاعمة أنه كان يريد تنفيذ مطالب المتظاهرين لكنه كان ذا بعد نظر، وقال إنه حتى لو نفذ مطالبهم فلن يتوقفوا، فاستمر بما فعله. نتابع. الأحداث بدأت حوالي 15 آذار، يعني كانت 10 أيام فقط الأحداث، فجمعت وسائل الإعلام وفي قاعة في القصر وقلت لهم أن هدف هو تحطيم العيش المشترك، هو بث الفرقة، هو بث الفتنة، هدف هذه الأحداث. فتحدثوا لي عن المطالب التي يطلبها البعض وما هو موقف الحكومة السورية، يعني سألوني. المهم تحدثت معهم حوالي ساعتين، وكانت الجزيرة والعربية وكل وسائل الإعلام كانت موجودة وهم يذكرون، وسأذكر عبد الحميد توفيق لأنه كان مراسل الجزيرة، وحين خرجت ذهب ورائي وقال لي: دكتورة، هذا الكلام جميل ولكن لن يراه أحد إذا لم تظهري على الشاشة. نعم. الشاشة هي المهمة اليوم. قلت له سأحاول، فعدت إلى مكتبي وتكلمت مع سيارة الرئيس وقلت له ما جرى. فقال لي: نحن الآن كنا في اجتماع قيادة وقد اتخذنا معظم القرارات التي يعني يتذرعون أنها مطالب، اتخذنا معظم القرارات لتلبية هذه المطالب. نعم. فيمكنك أن تعقدي مؤتمرا صحفيا وتدعي إليه الجميع وتقولي، وسوف نرسل لك ما هي القرارات التي توصلنا إليها في القيادة القطرية، تغيير المادة الثامنة. نعم. في الدستور وإلى آخره، تغييرات كان المتظاهرون، المادة الثامنة التي تتحدث عن قيادة حزب البعث. نعم. نعم. قيادة الدولة. حزب البعث كان المتظاهرون يطالبون بهذه التغييرات. وأضاف السيد الرئيس على الهاتف: ولكن لا تتوقعي أنهم سيتوقفون، لأن هذه حرب ممنهجة ضد سوريا وسوف تستمر مهما فعلنا. بثينة شعبان، وهي المعروفة بقربها من إيران حيث تستضيفها وسائل إعلام إيرانية بكثرة، بالإضافة طبعا إلى قناة الميادين المقربة من طهران، إذ تستمر بالحديث عما تسميه محور المقاومة الذي ابتدأ في إيران. نتابع. لا شك أن هذا الاستهداف هو لمحور المقاومة، ويجب ألا ننسى أن العدو الصهيوني كان قلقا جدا من انبعاث هذا المحور كنتيجة للحرب على سوريا، وقد أكدت دراسات أمن القومي الإسرائيلي منذ أكثر من عامين على أن الشيء الذي لم تحتسبه إسرائيل هو ولادة هذا المحور من العراق، من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، وأنها لن تستطيع بعد اليوم أن تشن حربا على دولة واحدة من هذه الدول. ولذلك فإن استهداف الشهداء هو استهداف لهذا المحور. ولكني أود بعد إذنك اخترامي أن أتوجه للمعجبين بالغرب والمستلبين بإرادتهم اتجاه هذا الغرب، أنه لا يفعل بالضرورة أشياء ذكية أو أشياء تخدم مصلحته. فأنا أعتقد أن هذا القرار كان صهيونيا بامتياز، وأنه ضد الشعب الأمريكي وضد مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأنا نرى تفاعل هذا القرار سواء في الداخل الأمريكي أو في العالم الإسلامي أو في العالم برمته. طيب دكتورة، في يعني في المعنيون أنتم بالرد، السيد نصر الله قال بأنه في رد خاص بإيران وبالعراق، وبالنسبة لمحور المقاومة سوريا جزء من محور المقاومة، أنتم معنيون بالرد؟ يعني أنا بالنسبة لي إذا سمحتي لي، أنا أعتبر لقاء الرئيسين اليوم في دمشق والزيارات التي قاما بها جزء من هذا الرد الحقيقة، وإن لم يكن ربما هما قررا ذلك، ولكن أنا أراه جزءا من هذا الرد. ولا أعتقد أن الرد سوف يكون يعني آنيا أو مقتصرا على عمل هنا أو عمل هناك. أعتقد أن الرد هو أكبر مما نتصور بكثير، لأنه كما قلت أراه أنه بدأ مرحلة جديدة وفتح الأعين في العالم على أخلاق وثقافة
وعمل مقاوم سوف ينضم إليه ملايين البشر في كل أنحاء العالم، وربما تبدأ مرحلة جديدة عزيزة على قلوبنا في مكافحة الهيمنة الاستعمارية والاستيطان والإرهاب. ربما لا نكتشف النتائج اليوم، أنا أعتقد أن النتائج طبعا كل من يقول لا وكل من يعارض رواية هذا النظام يكون مستلب للغرب، بحسب هذا اللقاء القديم لبثينة شعبان على قناة الميادين والتي وعدت فيه بالرد. اللقاء مضى عليه سنوات، وطبعا شاهدنا الرد الذي سيكون أكبر بكثير كما قالت بثينة شعبان، ما تزال إلى الآن الطائرات الإسرائيلية تدك أنحاء متفرقة من سوريا دون رد. طبعا الجميع مستلب للغرب بحسب بثينة شعبان، ودائما الغلبة للشرق المتمثل بالاتحاد الروسي وروسيا التي لا تخفي شعبان موقفها الداعم لروسيا حتى في غزوها لأوكرانيا، وذلك تماشيا مع موقف بشار الأسد كهذا. حين بدأت العمليات العسكرية، اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مثلا عقدت اجتماعا هاما واتخذت قرارات مهمة، لأن كما ترين اليوم هذه أزمة عالمية، يعني الآن الأسعار كلها ترتفع في كل أنحاء العالم، حوامل الطاقة، القمح، ولذلك سوريا تأخذ أيضا كل الإجراءات التي تتمكن من اتخاذها لمواجهة هذا الازدياد الآخر الذي يأتي على الأسعار. وبالنسبة للموقف السياسي، نحن موقفنا واضح، يعني السيد الرئيس سواء بحديثه مع الرئيس بوتين أو الحكومة السورية أو اليوم بيان وزارة الخارجية، يعني كل ما تتصرف به الدولة السورية موقفنا السياسي واضح، لأنه لا توجد لدينا أوهام بالنسبة للغرب، يعني نحن نعلم أن الغرب لا يلتزم بوعوده، لا يحترم. طوال السنوات العشر الماضية التزمت بثينة شعبان بعرض رواية النظام عن الأوضاع في سوريا، حيث تم تداول لقطات من لقاء أجرته على قناة الميادين، زعمت وقتها فيه أن الاقتصاد في سوريا الآن أحسن بخمسين مرة منه في العام 2011. نستذكر سريعا هذا اللقاء. ولا بالمستوى الاقتصادي الحقيقة، يعني لا يوجد اقتصاد يعني يذهب سلبا أو إيجابا في يوم وليلة، يعني هي مضاربات شركات إصرافة، يعني وقت بيقولوا لك صار 850 تنزل السوق، ما في حدا بيبيع ب 850 ولا بيشتري، كله مجرد كلام على الورق الحقيقة، يعني وليس له علاقة بحقيقة الاقتصاد السوري. يعني أنا اجتمعت مع زملاء يعني مسؤولين عن الاقتصاد، قالوا لي اليوم الاقتصاد أفضل بخمسين مرة مما كان عليه في 2011. حقيقة حقيقة الواقع الاقتصادي، نعم أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الأزمة. هناك عمل يعني جار وفي الزراعة وفي الصناعة وفي المنشآت وفي المؤسسات، هناك عمل قوي، لأننا نحن نعلم أننا يجب أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي في كل شيء، ويجب أن نعتمد على أنفسنا. عودة اسم بثينة شعبان للتداول مع اليوغا الجديدة وممارسة اليوغا دفعت المعلقين والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع هذا التصريح الجديد. كتب ناصر هنا يقول: سنة زمان ومنشوفها ترقص على الجليد على إيقاع أغنية حلوة يا بلدي، وثلاث لفات ونص من شان الجمهور ونص لفة للحاسدين. أما محمد فكتب يقول: عندما تتخاذل الشعوب وتخرج وتظهر هذه الكائنات المشوهة والسفيهة، وعندما ترى هذه الأشكال أو ترى في بلد ففر منه كما تفر من أرض فيها وباء. أما أحسان فيقول: كلامك كله 100%. أما بالنسبة لقصة تلاحم الشعب السوري، أكيد قصدك عن الملاحم يلي صارت بين الشعب. أما فارس فكتب يقول: أنت ما صاير عليك شيء، أولادك ما خدموا عسكرية ولا تبهدلوا، بالعكس أولادك أحلى سيارات وأحلى عيشة ومصاري، هي إذا كانوا داخل سوريا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نشرت صحيفة تشرين التابعة للنظام الرسمي صورا قالت إنها لأزمة المواصلات في حي الزاهرة الذي يقع جنوبي دمشق. كتبت الصحيفة تقول حال البلد تبخرت السرافيس ووسائل النقل الجماعي في الزاهرة صباح اليوم على الرغم من تدخل ضابط المرور المتواجد في المكان. مواطنون وطلاب يأملون الفرج القريب بعد مخاض عسير لأزمة المواصلات. التعليقات كثيرة جاءت حول هذا الموضوع وحول أزمة المواصلات بشكل عام. يقول محمد هنا: هي العجقة والأزمة موجودة من زمان بالزهرة عند الفرن الآلي وبكل الأوقات، ولا يوجد مواصلات كافية لهذه المنطقة والتي تحوي أكبر تجمع سكاني بدمشق وريفها. أما مروة فكتبت تقول: والله مو طبيعي الوضع بالزهرة اليوم، الله يفرج أحسن شيء، والناس مشلوحة بالطرقات، ما في سير أبدا. أما رزق الله فكتب يقول: السوريون يتحملون أكثر مما تحمل أيوب، لماذا؟ هل لأنهم بقوا في وطنهم؟ من جديد أهلا بكم مشاهدينا. انسحب القنصل التونسي حمادي اللتواني من المؤتمر التأسيسي للطلبة التونسيين الذي عقد يوم الجمعة الماضي في مدينة اسطنبول التركية، وذلك خلال كلمة للأمين العام للاتحاد السوري محمد السكري المشارك في المؤتمر، والتي تحدث فيها عن الثورة السورية، مما دفع القنصل التونسي في اسطنبول لترك المسرح والعودة بعد انتهاء هذه الكلمة، وبل مهاجمة وفد اتحاد طلبة سوريا واصفا ثورة الشعب السوري بأنها عبارة عن حزب أو تيار سياسي. من جانبه اتحاد طلبة سوريا قال في بيان له إن حضوره في المؤتمر كان استجابة لدعوة اتحاد الطلبة التونسيين في تركيا لعقد مؤتمرهم التأسيسي بحضور القنصل العام لدولة تونس حمادي اللواتي. الاتحاد أضاف في البيان الذي حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه، يقول: ألقى الأمين العام للاتحاد محمد السكري كلمة ثمن فيها خطوة زملائنا التونسيين بتنظيم شرائحهم الطلابية وتمتين العلاقات بين الطلبة العرب لتعزيز الأخوة والعمل المشترك لصالح طلبتنا وشعوبنا، ثم تناول قضية الشعب السوري وثورته العظيمة ونضالهم في سبيل الحرية، وتمنى أن يكون للشعب السوري ممثلية دبلوماسية تعبر عن إرادته بدل ممثلية النظام المجرم التي أغلقت أغلب دول العالم سفاراته في عواصمها تضامنا مع ثورة الشعب السوري. خلال كلمة الأمين العام للاتحاد السوري محمد السكري، انسحب القنصل العام لتونس حمادي اللواتي من الاحتفال احتجاجا على ذكر الثورة السورية، ووصف النظام السوري بالمجرم ليعود فور انتهاء الكلمة ويأخذ حق الكلمة للمرة الثانية، متجاوزا برنامج الحفل لأجل التهجم على وفد اتحاد طلبة سوريا، واصفا ثورة الشعب السوري بأنها عبارة عن حزب أو تيار سياسي، متهما ممثلي اتحاد طلبة سوريا بأنهم يمررون رسائل سياسية بحسب ما قال بيان الاتحاد. نتابع. بشكل كبير جدا، ودائما نضرب المثل او الامثله بالتجربه التونسيه العظيمه، التجربه الديمقراطيه الحقيقيه في الوطن العربي اللي بنامل حقيقه خلال الفتره القادمه تتطور وتوصل لمراحل ممتازه على صعيد الوطن العربي. كنت عم بسمع انا وزملائي هون عماد واحمد عن تجربه اتحاد طلبه تونس، عم شوف حضور القنصل معنا هون كمان او نائب القنصل ايضا التونسيين. شعرنا شوي بالألم صراحة كسوريين لسبب جدا بسيط، نحن القنصل تبعنا هو تابع للنظام المجرم، نظام الاستبداد، ومع الأسف الشديد قنصليتنا الموجودة هون في اسطنبول تمثل نظام مجرم قتل مليون سوري وهجر 10 مليون سوري. نحن اليوم هون كاتحاد طلبة سوريا عم نصارع حتى نضل موجودين، لحتى نأكد على سردية الثورة السورية العظيمة اللي عم نقاتل. قيمتين، قيمة الحرية وقيمة الديمقراطية.
ونحن بنعرف كطلبة سوريين وأيضا مع زملائنا أيضا موجودين هم بالاتحادات العربية، وقت بننظم أهم شريحة في المجتمع وهي شريحة الطلبة، عادة نحن عم ننظم المجتمع بشكل كامل. شكرا جزيلا. إذن كنا نستمع لكلمة الأمين العام لاتحاد طلبة سوريا محمد السكري، وشاهدنا القنصل التونسي كيف غادر هذه الكلمة. برر القنصل التونسي حمادي اللواتي برر هذا الانسحاب بأنه كان بهدف عدم تسييس مؤتمر مخصص لمناقشة شؤون طلابية، وأضاف: أنا انسحبت من الحفل بمجرد مهاجمة ممثل اتحاد الطلبة للنظام السوري. وقال في تصريحات لموقع عرب تريند أنه ذكر أعضاء الاتحاد أن الاتفاق بيننا هو أن المؤتمر للطلبة التونسيين في تركيا وبهدف لم شمل الطلبة. بحسب حمادي فإن الاتحاد التونسي يهدف لتنظيم أنشطة الطلبة الثقافية ولفائدتهم، ولا مجال لخدمة حزب سياسي أو إيديولوجي. هذا الكلام طبعا وفقا لتصريحاته. من جانبه رد محمد السكري الأمين العام لاتحاد طلبة سوريا في اسطنبول، رد قائلا في هذه التغريدة على تويتر: نحن بألف معارضة بألف ثورة، نحن من نمثل صوت سوريا الحقيقي، صوت أهم شريحة مجتمعية. وأعيد للقنصل التونسي قولي: إن ثورة سوريا العظيمة ستنتصر، ونحن نستلهم من تونس الديمقراطيات والحريات، وقنصل النظام يمثل نظام ومجرم حرب. سألني القنصل: هل أنت مسؤول عن كلامك؟ أقول له مرة أخرى بكل ثقة: نعم. هناك الكثير من التعليقات والتفاعلات حول هذا الموضوع. يقول مؤمن: هذه المواقف لا تقل نصرا أو ثباتا على موقف البندقية والمقاتل الذي على الجبهة، وكما أنه من الضرورة أن يكون هناك حامل للسلاح ليحمي ثورته، يجب أيضا أن يكون هناك قلم يحميها في الجهة المقابلة. لن تنتصر الثورة إلا إذا وجد السلاح والقلم وكلاهما في خندق واحد. أحسنتم. أحمد يقول: وقفت عليه، بلكي يريد ينشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا في فيسبوك. وجدان في تويتر تقول: السيد القنصل صاحب رد الفعل لا يمثلنا كمهد ثورات الربيع العربي. واضح أنه وجدان من تونس. وإذا هو يصدر زيت زيتون، إحنا كنا ولازلنا نصدر حرية. كتونسية بنت ثورة أولا ثم بنت الاتحاد العام التونسي للطلبة، أحيي هذا الحزم لدى الزملاء أبناء اتحاد سوريا كمنظمة طلابية، نفتخر بكل الثورات العربية العظيمة. أما عبيدة أبو وطن فيقول: المسمى بالقنصل لا يمثل إلا نفسه، من يقمع الحريات لا يستحق أن يكون قنصلا، القنصل الحقيقي هو من يدعم الشعب ويقف مع مطالب الشعب، لا أن يصطف بجانب القتلة والمجرمين، سقطت كما سقط الذين من قبله. بالنهاية هذا القنصل اختار الوقوف مع المجرم بشار، ومن والى قاتلا فهو قاتل مثله. ختام ريبوست اليوم مشاهدينا، غدا حلقة جديدة، مواضيع جديدة بتمام السابعة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله. هذا عبد ملحم يحييكم، إلى اللقاء.